أوفياء راديو أصوات، كان رحب بكم، كان رحب طيب عنا بضيفنا الكريم اليوم دكتور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح وأيضا رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية. ولد الدار نرحبوا بك ولا بلاش دكتور معسوق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا دكتور عفيف، مرحبا بك معنا. تبارك الله عليك وتنشكرك على الدعوة، واللي تحصل لي الشرف أنني نكون مع الأستاذ معتوق جمال. مرحبا دكتور سعيد عفيف. إذا المستمعين مستمعاتنا كيف ذكرنا اليوم إن شاء الله دكتور سعيد عفيف غادي يقربنا من الجرعة الرابعة. كنعرفوا أن المغرب كان بلاغ نهاية الأسبوع الماضي اللي تكلم على أن المغرب غادي يعتمد الجرعة الرابعة المعززة. سؤال كيتطرح، علاش؟ لماذا؟ شنو الفائدة أو القيمة ديال الجرعة الرابعة؟ والمن موجهة؟ شكون هي الفئة المستهدفة؟ إذا دكتور معتوق تفضل. أستاذ عفيف طبعا كتقول لي أنت لك الشرف، أنا بالعكس أنا اللي متشرف بالحضور ديالك معنا اليوم في برنامج كاين الحل، باش يعني الناس ما فهموش بزاف ديال الحوايج. كيشوفوا دابا كنا بخير، كنا 200 حالة، صفر حالة ديال الوفاة، استقرت الأمور، استأنفنا الحياة ديالنا العادية، الاقتصاد بدا كينتعاش، الناس استأنفوا العمل ديالهم، الحمد لله الحرية في التنقل، وتحيدوا داك الإكراهات والقيود اللي كانت على التنقل والحركة داخل المملكة المغربية أو خارج المملكة المغربية. فإذا به هذه دابا تقريبا شهرين عاود لينا كنشوفوا الأرقام بدات تتصاعد وحالة الوفاة بدات تتصاعد. بغينا نفهموا أشنو واقع. أولا خصنا نعرفوا بأنه بلادنا المملكة المغربية دائما بفضل التدخل الشخصي ديال صاحب الجلالة نصره الله والتعليمات السامية ديالو، فأولا تمكننا نكون ما بين الدول الأوائل اللي حصلوا على اللقاح. وحنا تنعرفوا وخص الناس يعرفوا بأنه فاش يكون عندك شي مرض بحال هذا خص الحل. الحل ما كاينش عندنا مع الأسف أدوية ناجعة 100%. إذن تبقى اللقاح، ونذكروا الناس وسيرتو لأولياء الآباء والأمهات بأنه بفضل هذا اللقاح أولا حنا ما بقيناش من هذا الجيل ديالنا ما بقيناش نشوفوا الشلل. وخصنا نعرفوا بأنه الشلل كان داير فضيحة في المغرب، أنه آخر حالة ديال الشلل تسجلت في 1987. ما بقيناش نشوفوا الكزاز تيتانوس نيوناتال، ما بقيناش نشوفوا الخناقية الدفتري، كذلك التهاب السحايا اللي هي ميننجيت، واللي حنا كأباء كل واحد يخاف على وليداته، ولينا تنشوفوا 3-4 الحالات في العام بفضل اللقاح، لا ديال ضد الليموفيلوس لا ضد البنوموكوك. ما بقيناش كذلك تنشوفوا لي دياريا روتافيروس اللي كانوا تيقتلوا ولا كاع حتى الا ما قتلوش كانت المصاريف ديال الاستشفاء غالية بزاف أكثر من اللقاح. وكذلك حنا مقبلين دابا والدولة ديالنا مقبلة أنه دخل لقاح ضد سرطان عنق الرحم اللي هو ثاني سرطان عند المرأة بعد سرطان الثدي. وحنا تنعرفوا بأنه المرأة هي عماد المجتمع، وفش لقدر الله تتحيد المرأة على الأسرة الأسرة تتشتت بارسكو هي العماد وهي الركيزة. إذن أطرافير هاد شيء بينا الأهمية ديال اللقاح. وكذلك في هاد المرض اللي برزت العالم كامل فبانت الأهمية ديال اللقاح، وهاد الشيء اللي ذكرتي في التقديم ديالك الأستاذ معتوق هو اللي جعلنا أننا نكون بحال هكذا. الفيروس الأصلي اللي بان في يوهان فاش يكون واحد مريض تعادي 3، دلتا فاش يكون واحد مريض تعادي 5، أوميكرون فاش يكون واحد مريض تعادي 8، هذا المصيبة ديال هذا المتحور فاش يكون واحد مريض تعادي 13. دابا اللي رحنا فيه واحد مريض كيعادي 13. إذن وعلاش ما وصلناش يا دكتور عفيف للأرقام اللي كتخلع؟ مازالين في 3000 حالة يومية. لا دابا حنا نكون واقعين مع الناس، 3000 هادو اللي درتي للتست عندك، اللي ما درتيش هذاك. ولكن اش اللي تيهمني وتيهمك والاخت المحترمه هو شحال من واحد عندنا في الانعاش؟ واحد كيعادي 13. يعني اليوم المستمعات والمستمعين خاص يردوا البال ويردوا البال بزاف.
إذا السؤال، الجرعة الرابعة كثير من المستمعات والمستمعين تيقول لك علاش؟ حنا الثالثة وكنا لقينا ما، يعني الأغلبية ما بغوش يديروها إلا حتى تحركت الوزارة وكانت مجموعة ديال الحملات وكان دقوا ناقوس الخطر لأهمية الجرعة الثالثة. اليوم تيقول لك بركة علينا درنا الثالثة، علاش غنديروا الرابعة عاود؟ لا دابا حنا هاد الفيروس علمنا واحد الحاجة اللي هي التواضع العلمي، كل خطرة تتبان شي حاجة. إذن فاش تكون شي ضوابط اللي هي ضوابط علمية، فالدولة ديالنا والوزارة ديال الصحة المعنية بالأمر والحماية الاجتماعية تتعطي هذا الاختيار كما في دول الناس. علاش؟ لحقاش من الأول عندنا في المغرب وهذا عبر العالم أنه الصحة كانت قبل كل شيء، ولهذا توصلنا دابا بأنه قطاع الصحة فهو قطاع إنتاجي ماشي قطاع استهلاكي واجتماعي. إذن الصحة أصبحت محورية. خصنا نعرفوا بأنه أول الناس اللي استفدوا من هذه الجرعة الرابعة البارح، والاستفادة كما قاعد تلقيح فهي اختيارية ماشي إجبارية. كان بعض الدول دارتها إجبارية، ما إحنا الاستفادة اختيارية، وكذلك حتى بالنسبة للأطفال ديالنا. ولكن اللي خصنا نعرفوا بأنه المغرب بلد اللي تيآمن بالتلقيح، لحقاش عندنا مثلا بالنسبة للأطفال ديالنا اللي ماشي إجبارية عندنا تغطية ديال 95%، ألور كو إلا خدينا بلد متقدم متحضر بحال فرنسا فاللقاح ديال الأطفال 11 لقاح إجباري. حنا الناس تعرفوا بأنه خصهم يحافظوا على وليداتهم تيديروا اللقاح، وكذلك خصنا نعرفوا بأنه التلقيح ديال الوليدات ما بين 12 و18 عام فوصلنا 90%. إذن الناس تيخافوا على وليداتهم وتيديروا التلقيح لوليداتهم باش يحميوهم. وعلاش جا التلقيح مثلا ديال الوليدات؟ حيت الناس يسولوا علاش كل حاجة جا التلقيح، باسكو كان في ديك الوقيته ديال الدلتا بزاف ديال الوليدات اللي وصلوا للإنعاش واللي توفاو 119. إذن تيكون هذا النقص ديال الخطر، حيت يمكن يجي هذا العدد قليل ولكن الا جا فيك الله قدر الله ما تيبغيش الواحد، حتى واحد ما يبغي يضيع عليه شي واحد. كذلك حنا فقدنا اصدقاء ديالنا قبل ما يجي التلقيح اللي هما اطباء، اكثر من 80 طبيب وطبيبه. حنا تنعرفوا بانه الطبيب خصك على الاقل تسع سنين، خصك على الاقل تسع سنين باش توجد طبيب. دابا بغاو ينقصوا من العدد، ولكن اذن مشكلة. طلع على تصريح الشهري لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية على لسان سي معاذ المرابط، طارتني واحد الفقرة كيتكلموا فيها: أصبح مؤشر توالد الحالات كيساوي واحد، هذا كيعني احتمال بلوغنا ذروة الحالات والتعفنات الجديدة، بحيث جميع جهات المملكة حاليا هي في المستوى الأحمر المرتفع للعدوى، وإحنا مقبلين على العيد دكتور سعيد عفيف في الزيارات والتنقلات. إلا كنا في خطر على مستوى انتقال العدوى، شنو هي ربما أبرز الإجراءات اللي خصها تخذ بعين الاعتبار اليوم؟ الإجراءات كل شهر يعني الدكتور معاذ مرابط في الخرجة ديالو والخرجات ديالو كاملين. أولا أضعف الإيمان هو الواحد يدير الكمامة في الأماكن المغلقة، خص ولا بد تكون التهوية. خص أيضا تنقولها وتنعودها، الناس اللي هما على متأهبين باش يسافروا لعند العائلات ديالهم مع وليداتهم، إذا كان عندهم هاد الأعراض اللي ذكرناها سيل النيف تيضروا راسو ولا هذاك فما فيها باس يدير ليه التيست، راك ذاك التيست رخيص رابيد سريع. علاش؟ باش ما تكونش شي عدوى بالنسبة للناس الكبار اللي هما في العائلة. علاش؟ باش هاد الناس وخصوصا تنعاودوا نأكدوا هاد الناس الكبار الله يجازيهم بخير يديروا يكملوا اللقاح ديالهم، يديروا الجرعة الثالثة. خصنا نعرفوا بأنه الجرعة الثالثة ولا الجرعة الرابعة فاش ديرها عين بعد ثلاث أيام تتكتسب المناعة.